تتمثل قوى تركيا الناعمة في منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق والمعروفة اختصاراً بتيكا. طبقاً لتقرير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تعد الوكالة أحد أذرع المخابرات التركية التي تستغل المساعدات الإنسانية كواجهة للتمدد وتحقيق أحلام أردوغان في إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية ودعم الحركات الإسلامية. I think like many other institutions and agencies in Turkey for the moment, مثل العديد من المؤسسات والوكالات الأخرى في تركيا في الوقت الحالي، تم تحويل تيكا أيضاً لتكون ذراعاً طويلة للرئيس أردوغان ونظامه للترويج لأيديولوجية الإسلام السياسي خارج الحدود التركية تحت ستار مشروعات التنمية. من المفترض أن تقدم تيكا المساعدات والمشاريع التنموية، خصوصا في البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية، هذا هو الهدف المعلن لها، لكنها في الواقع تقوم بعمل مختلف تماما. في هذا التحقيق من الحرة تتحرى، نبحث في حقيقة الاستغلال التركي لوكالة تيكا كواجهة للتدخل في شؤون الدول خلف ستار المساعدات الإنسانية والثقافية. ما هي تيكا؟ وكيف استغل أردوغان هذه الوكالة في تحقيق مصالحه الشخصية وأطماعه التوسعية؟ تيكا هي وكالة في حقيقتها طبعا لها أنشطة مختلفة، وهي في مجمل ما ننظر إليها لأنها طبعا ذراع استخباراتي للاستخبارات التركية، قامت بعديد من المناشط للسيطرة ولطبعا قيام بما تود أن تقوم به طبعا الاستخبارات التركية، التي هي في الحقيقة طبعا تعمل على منظومة الدولة العثمانية. في مقابل هذه الاتهامات، يحاول نظام أردوغان تجميل أنشطة تيكا. تركيا دولة مؤسسات، وكما الدول الأوروبية والدول أمريكا ودول أخرى تعمل عبر مؤسسات ومنظمات، قامت عبر تيكا بتنظيم وتقديم هذه المساعدات والمشاريع التنموية من أجل إعداد التمويل اللازم والعمل المؤسساتي لتسهيل الرقابة وتسهيل العمل في تلك البلدان، وبالتالي هذه هي مجرد يعني مساعي تركية من أجل بناء علاقات طيبة مع الشعوب، وليست هناك أي أهداف بعيدة المدى.